راح جاب المخده حطها على وشها ومش واعي لاي حاجه وفي دنيا تاني بعيد بعيد بعيد. في البنت في بطانيه وبتاع ورماها تحت السرير. اهلا بيكم، تعالوا نشوف قضيه النهارده اللي فيها درس مهم جدا لكل بنت ولكل ولد. الجريمه دي حصلت في شبرا الخيم. ربنا لما قال يا جماعه والرسول لما قال ما اجتمع رجل وامراه الا وكان الشيطان ثالثهما، خلصت. خلص ما فيهاش تاويل وما فيهاش شرح. اي حتى يا اخي اسعى على نفسك لما تكون راكب عربيه، حتى عربيه مش شقه، ومعاك بنت في العربيه، وانتوا اللي بينكم وبعضكم قصه حب، مش هتلقى نفسك كده لوحديه عايز تمسكتها، عايز تحط لك على رجلها؟ ده شيء طبيعي. الشيطان ده معروف، مفيش واحد وواحده بيجتمعوا الا اذا كان الشيطان قاعد في وسطيهم بيطبطب عليهم بيعمل ايديهم كده يعني بصوا بعض واحضنوا بعض. هي دي شغلته، هي شغلة الشيطان. اما احنا قال لك مكتب، علشان كده يقول لك حاجه اسمها محرم. يعني ايه محرم؟ يعني البنت ما تقعدش مع راجل الا حتى لو كان خطيبها، حتى لو كان كاتب كتابه حتى عليها رغم انه شرع عن جوزها، لكن احنا تعودنا ما دام العريس جاي يزور العروسه بين قعد اخوها وامها وابوها واخوها لازم حد يقعد معاها. ليه؟ هو بيقعد عشان يتصنت عليهم؟ لا، ده بيمنع عنهم الشيطان، ما بيخليهمش يفكروا طب انا اخد حضن، طب ما انا ابوسها، دي خطيبتي، طب امسك ايدها، ما احط دي على جسمها، الشيطان كده. وهو ده الدرس المهم جدا في حلقه النهارده في جريمه شبرا الخيم. بنت اسمها ريهام في منتهى الجمال والطيبه والاخلاق، والطيبه دي ما بقتش ميزه في الايام دي، الطيبه بقت عيب. يعني شوف وصلنا لدرجه ايه، يعني احنا حتى نقول على الشاب الطيب نقول عليه عبيط اهبل، والشاب الروش اللي مقطع سنكه ودينها نقول عليه واد كده. سبحان الله اختلفت المعايير. البنت الشقيه المهلوبه اللي ما يضحكش عليها، البنت المؤدبه الاخلاق اللي امها حبساها ومش مخليها تطلع بره اول واحده بيضحك عليها. تعال نشوف اللي حصل بين ريهام وبين محمود. ريهام عندها 19 سنه، كانت قصه حب بريئه. يعني هو الراجل مهندس سيارات شغال في ورشه، والبنت بتعدي من قدامه بص عليها، البنت غلبانه ملهاش فيها بصت له، ابتدى الواد ينشغل بيها، ابتدت هي تنشغل بيه، بس كله ده ايه من بعيد لبعيد لغايه ما دخل البيت من باب. واجمل شيء لما واحد يعجب بواحده ما يحاولش يلف عليها من الفيس والماسنجر والواتس والكام يدخل البيت من باب. خبط محمود على الباب، يا حاجه اسمها عزه امها، يا حاجه عزه انا جاي اتقدم لبنتك ريهام. موافقه يا ريهام يا بنتي؟ موافقه يا ماما، الف مبروك. واستمرت الخطوبه سنه ونص. طب يا عريس فين الشقه؟ لا لسه ما جهزتهاش. طيب فين يا ابني هتجيب ازاي الشبكه؟ ايه المهر؟ ايه الحفل؟ هتتجوز امتى؟ لا لسه لسه. البنت امها يا عزه قالت لبنتها يا ريهام يا حبيبتي الشاب كويس واخلاقه كويسه، بس يا حبيبتي لا عنده شقه ولا قادر هيوفر لك مهر ولا ناوي ولا هو عارف هيتجوزك امتى ولا عارف امكانياته ايه. يا حبيبتي كده موقفك زي بيت الوقف، وانت بنت والخطاب بيجيلك، فحرام يا حبيبتي نوقف سوقك. قالت لها تقول عليه يا ماما انا البنت طيبه ومؤدبه جدا رغم انها بتحبه. قالت لها خلاص يا حبيبتي سيب الواد ده وكل حاجه اسمه نصيب، ويا حبيبتي واللي على الفاتحه نفسخ. فعلا بعته للمهندس محمود، يا حبيبي كل حاجه اسمه نصيب، وادي دبلتك اهي، وبنتنا شوف نصيبها وانت شوف نصيبها. قعدت البنت سنتين بتقدم لها عرسان، لكن العرسان كل اللي بيجي لها ناس مش في المستوى اللي البنت عايزاه ولا الحاجه عايزه، الحاجه عزه امها عايزاه. واستمرت لغايه ما في يوم من الايام لقت محمود بيكلمها في التليفون. يا عزه؟ قالت له مين؟ قال لها انت نسيتي مين معايا؟ قالت له قال لها انا محمود خطيبك، انا حبيبك، انا. قالت له خير؟ قال لها على فكره انا جاهز دلوقتي والشقه موجوده وعايز اقابلك. قالت له ما احنا خلاص الخطوبه اتفسخت. قال لها الخطوبه اتفسخت ليه؟ مش عشان امكانيات الماديه؟ انا خلاص في السنتين دول حطيت القرش على القرش، بقت عندي شقه وعندي فلوس اقدر ادفع المهر واجهز الشقه ونتجوز. بعد اذنك تعالي قابليني دلوقتي في شبرا الخيمه في الحته الفلانيه. البنت طيبه وفي نفس الوقت هي كانت بتحبه بامانه، وثقت فيه وراحت نزلت قابلته. ازيك يا باشمهندس؟ ازيك يا ريهام؟ عامل ايه يا حبيبتي؟ وحشاني. قالت له انا غصب عني ما انت عارف امي. قال لها عارف الحاجه زينب شديده؟ قالت له لا مش شديده، هي خايفه عليا، وفي نفس الوقت هي عايزاك انت تجهز الشقه، وانت لك عندك شقه ولك عندك امكانيات، وسبناك فتره سنه ونص ما كانش عندك حاجه خالص. قال لها طب خلاص الشقه موجوده وكل حاجه تمام. قالت له خدت الشقه فين؟ قال لها ده قريبه من هنا اهي، تعالى اوريها لك. قالت له فين؟ قال لها في العماره دي، تعالي تعالي. البنت على سجيتها، مش بنت مش مرقعه، بنت ملهاش تجارب، بتلقائيه راحت طالعه معاها الشقه. مجتمع رجل وامراه
الا وكان الشيطان بيحضنهم في بعض في وسطيهم. الشقه كلها ما فيهاش غير سرير. الله اعلم كان مرتب لها ما رتب لهاش. المهم شيء طبيعي، البنت بتحبه وما لهاش تجارب وسن خطر جدا، سن 19 20 سنه. البنت ما يعني زي ما تقول الولد استغل براءتها، سذاجتها، استغل طيبتها المتناهيه. البنت لقت ان هو بيحضنها بيبوسها، راحت في دنيا غير الدنيا. وده اللي بنقول عليه، البنت اللي هي مقطعه السمك وديلها عارفه اولها واخرها وعارفه هتحافظ على ايه. البنت الطيبه لما بتضعف بتسيب نفسها، ما تبقاش فاهمه حاجه ومش واعيه لاي حاجه وفي دنيا تاني بعيد بعيد بعيد. البنت طبعا راحت في الدنيا غير الدنيا، فوجئت بالواد بيخلعها هدومها. طبعا هي مش حاسه باي حاجه خالص، هي راحت من الدنيا، وراح شايلها وراح حاطها على السرير وخلع هدومه، وتبادلوا سويا تلبيه نداء الجسد كامل. فقدت عذريتها ولبى معاها نداء الجسد بشكل افقدها غشاء بكرتها. لما شوف بقى لما تكون بنت مؤدبه ومش متوقعه ان ده يحصل، ومش متخيله ان ده يحصل من واحد كانت بتحبه، ومش متوقعه ان ممكن يكون حد باستدراكها بالسذاجه دي وضحك عليها وسلبها عز ما تملك. اول ما قامت بعد ما خلص بقى وفضى شهوته وفضى شهوتها، اول ما قامت وحست بالمصيبه دي ابتدت تصرخ تصرخ صراخ ازعج الجيران، بتصوت لان مش عارف ايه اللي حصل، انت عملت ايه؟ ابتدى صوتها ابتدى يسمع الجيران، الجيران ابتدوا يخبطوا على الباب، الواد مش عارف يعمل ايه. طب خلاص هيتجوزك مش هيتجوزك؟ وده يبين ان البنت فعلا بريئه. يعني حتى اي نعم غلط، انا عارف كل اللي هيشوف الحاجه غلطت، وازاي تروح شقته وازاي هي راح، هي طلعت بتلقائيه تتفرج على الشقه، بس دليل براءتها الزعاء اللي هي زعقته بعد ما فاقت من النشوه وفاقت بعد ما مارس معاها الجنس وافقدها عذريتها. حته ان هي تزعق وتصوت وتلم الناس ده في حد ذاته شهاده براءه ليها. في الوقت ده محمود يعمل ايه عشان يسكتها؟ راح جاب المخده حطها على وشها، فضل كاتم عليها لغايه ما قتلها، وبعد كده راح قام بكسر رقبتها. هو نفسه اثناء التحريات في محضر التحريات بيقول ايه؟ انا قريت له جبتها من محضر التحريات، والله العظيم انا ما كانش قصدي اموتها، انا كنت بحبها وكانت بتحبني رغم انفصالنا عن بعض، بس اعمل ايه؟ خفت من الفضيحه لما قعدت تصوت. يعني لو هي رايحه بمزاجها ما كانش هتصوت، هتصوت تلم الناس دي هتفضح نفسها. هي لما فاقت من اللي حصل البنت ادركت المصيبه اللي حصلت لها. عقلها وباطن ما استوعبش، ولا عقلها ظهر ما استوعبتها، تصرخ وتزعق عشان حد ينقذها من اللي عملته في نفسها. كانت عايزه تقول للناس كلهم يا ناس الحقوني انا ما اعرفش اللي حصل، تعالوا شوفوا الذئب البشري اللي استغل براءتي وطبتي وغلبي وسلبني عز ما يملك باسم الحب. انا ما غلطتش يا جماعه لما طلعت عنده الشقه، انا كنت طالعه اشوف شقه وعدني ان هيجوزني فيها، كنت بحلم بالعش اللي بعيش فيه، كنت بحلم بالفرش اللي هنجيبه، كنا بحلم بالعرس اللي هنعمله، فستان الفرح اللي هلبسه. بس بدل ما يلبسها فستان الفرح جاب لها الكفن، قتلها وكسر رقبتها لما لقاها بالزعق وما عرفش يهديها. حاول بكل شتى الطرق ان هو يهديها ويقول لها والله ياخدك هتجوزك، والله ياخدك هتجوزك، بس كانت خايفه البنت من المصيبه، وخاصه لما شافت دماء بكرتها على السرير. في الوقت ده الجيران لما خبطوا على الباب فتحوا وقال في قال لا مفيش حاجه خالص يا جماعه، ده انا كنت معلي التلفزيون. طبعا هناك في شبرا خيمه كل واحد عايش في نفسه وبتاع، ما حد يسال خلاص. ما فتح الباب لا لقى حد، والناس بصوا كده ما لقاش حد، لان هو كان لافف البنت في بطانيه وبتاع ورماها تحت السرير والموضوع انتهى. هو بيفكر دلوقتي ازاي يشيل الجثه ويطلعها من البيت ويتخلص منها. لكن في الوقت ده الحاج عزه اللي عندها 53 سنه تقدمت ببلاغ باختفاء بنتها ريهام، ولم تتهم احد في اختفاء. واستمر الموضوع، لكن تحريات رجل الشرطه وتتبع خط تليفونها اثبت ان اخر واحد اتصل بيها هو المهندس محمود اللي كان خاطبها من سنتين، وامها قالت يا جماعه هو كانت على علاقه بيه وكانوا مخطوبين لكن انفصلوا وكل حاجه قسمه نصيب. ابتدى بقى ضباط الشرطه يجيبوا محمود ويستجوبوه، لقوه متردد في اجابته بيتلعثم، لا ما حصلش، ما كلمتهاش ولا هي كلمتني، وكوب الخط التليفونات من الشركه. اضطر يقول اه قابلتها بس انا ما بعد ما قعدت معاها 5 دقايق هي مشت وروحت وانا روحت. طب تعال روح شقتك. لما راحوا الشقه لقوا ريحه غير عاديه بتنبعث من غرفه النوم، لما فتحوها لقوها ملفوفه مرميه تحت السرير. وهنا اضطر محمود يعترف اعترافات كامله وقال والله ما كانش قصدي، انا كنت بحبها وكانت بتحبني لكن انا
انا ضعفت وهي ضعفت، ولما فات من سكرات الحب ابتدت تصرخ والجيران اتلموا، فكنت لازم اسكتها عشان خايف من الفضيحه، لكن للاسف ماتت في ايدي ورقبتها انكسرت لما كنت انا بحاول اسكتها بعنف شويه. انا ما كنتش اقدر اقتلها ولا انا بحبها، لكن ظروفها كده. اعتراف كامل ومعاينه الجريمه وتمثيلها، وتم القبض عليه وتم ايداعه السجن. تمر الايام وتحول لمحاكمه جنائيه، ويصدر الحكم العادل باعدام محمود وموافقة المفتي على تنفيذ الحكم، وفعلا تم تنفيذ الحكم هذا الاسبوع. دي جريمه بتبين يا جماعه انا اصريت ان انا اجيبها على سبب وحيد، عشان نتعلم يا جماعه. مفيش بنت في حاجه اسمها تعالى فرك على الشقه اللي هتجوزك فيها، مفيش حاجه تعالى اوريك العفش اللي جبته، مفيش حاجه، لان ما اجتمعش راجل وست الا كان الشيطان بينهم، ولله الامر من قبل ومن بعد. اشكركم.